بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي الـ Other AC Network Theorems. راح نتعرف من خلالها على باقي النظريات اللي مرتبطة بالـ AC Circuits. ومعظم هذه النظريات اللي راح نتعرف عليها اليوم احنا سبقا درسناها، لكن بالنسبة للدي سي سيركت. أول هذه النظريات راح يكون هي السوبر بوزيشن ثيورم. بس راح ناخذ فكرة عن السوبر بوزيشن ثيورم. بالنسبة للسوبر بوزيشن هو أنه احنا نجي ندرس الإفكت أوف إيش سورس إندبندنتلي، أنه جد أكو مصادر بالدائرة، راح نجي ناخذ كل مصدر على حدة ونشوف تأثيره على التيار او الفولتية اللي المطلوب انه نحسبها. فاذا هنا اذا ردنا نبينها على شكل خطوات، ممكن نقول انه to consider the effects of each source. الخطوة الاولى انه remove the remaining sources، وشون انه باقي السورس نحذفها من خلال اذا كان المصدر voltage source فنسوي له replacement by short circuit. اما اذا كان current source فنشيل الكرنت سورس ونخلي مكانه اوبن سيركت. الخطوه الثانيه اللي نريد يعني ناكد عليها بالسوبر بوزيشن، ورا ما اخذنا بس مصدر واحد من هاي المصادر، هو احنا مثلا نريد نحسب تيار دا يمر بفرع معين، او دا نريد نحسب فولتيه حول يعني فد اليمنت معينه موجوده بالدائره. ف راح نجي نحسب هذا التيار او هذا الفولتيه بعدد المصادر. في كل مصدر راح يكون هذا المصدر له تأثير على التيار المعني أو الفولتية اللي نريد نحسبها، وبالتالي بالنهاية شو نريد نسوي؟ أنه نجمع added all these currents algebraically، نجمعهم كقيمة واتجاه. من نقول algebraically يعني نأخذ القيمة والاتجاه بنظر الاعتبار. الفقرة الثالثة والنقطة الثالثة اللي نلاحظها أنه الاختلاف variation between AC networks and DC networks. احنا اخذنا السوبر بوزيشن بالدي سي نتورك. الاختلاف الوحيد انه هنا راح نتعامل ويا من نتعامل مع امبيدنس مكان ما كنا نتعامل مع يعني ريزيسترز اونلي. فهنا امبيدنسز يعني اكو مقاومه ملف زائدا متسع. خلينا نجي ناخذ مثال حتى يعني نفتهم بفكره السوبر بوزيشن بشكل اوضح بالنسبه للاي سي سيركت. فهنا المثال الاول هو يوزنج ذا سوبر بوزيشن ثيورم فايند ذا كرنت اي ثرو ذا 4 اوم رياكتانس اللي هي الاكس ال 2. فاذا راح نجي الى فيجر 1، الاي اللي المطلوب انه نحسبه هو هذا التيار اللي هو التيار المار بالفرع اللي بي الاكس ال 2، واتجاهها محددة لك انه التيار اللي مطلوب حسابه هو الى الاسفل. طيب فاحنا اول شيء راح نجي نحسب الامبيدنس مال كل عنصر بالدائرة. عندنا XL1 نحسب الامبيدنس مالته اللي هي Z1 اللي هي JXL1، وعندنا الثاني اللي هو XL2 اللي راح نحسب الامبيدنس مالته ايضا Z2. و نحسب ايضا الامبيدنس Z2 اللي هي الامبيدنس مال XL2، ونحسب Z3 اللي هي الامبيدنس مال المتسعه XC. الاختلاف انه بس بالاشاره هنا بالنسبه للمتسعه راح تكون ماينس جي XC يعني ماينس جي 3، والبقيه راح تكون بلس جي 4. بعد ما حسبنا الامبيدنسز هسه راح نجي ناخذ بنظر الاعتبار وجود السورس اللي هو E1 فقط. زين اذا عندنا السورس E1 ايش راح يكون عندنا النتائج مالتنا؟ فاذا احنا عندنا هنا سورس E1 فقط، نرسم الدائرة. لاحظ انه المصدر الثاني E2 ايش راح نسوي هنا؟ راح نسوي شورت سيركت، فاهملنا المصدر الثاني، فقط اخذنا بنظر الاعتبار E1. طيب رسمنا الدائرة، هسه نريد احنا شنو نحسب الاي نتيجة الاي1، خلينا نسميه اي برايم.
نلاحظ انه هذا المصدر البلس مالته للاعلى الماينس للاسفل معناها ده يدفع تيار الى الاعلى. فاذا الاي اس 1 هو التيار الكلي اللي زوده اي 1 الى الدائره، وطبعا الاي اس 1 راح يدفع تيار بالزد 2 الى الاسفل لانه جاي بهالشكل هذا. فاذا ننتبه انه الاي برايم هو التيار اللي جاي نتيجه الاي 1 لوحده واتجاهها الى الاسفل. هسه حتى نحسب الاي برايم لازم نحسب الاي اس توتال اللي هو الاي اس 1 نتيجه الاي 1. ف راح نشوف انه الزد 2 والزد 3 ايش بيهم مربوطين توازي. نحسب الزد 2 يوازي 3 راح نشوف انه هو حاصل ضربهم على مجموعهم والنتيجه نعوض عن كل امبيدنس نشوف انه ماينس جي 12 هي التوازي مالتهم الايكوفالنت امبيدنس. والماينس جي ممكن نعتبره كانجل، ممكن نقول 12 انجل ماينس 90 ماينس جي كانجل هي ماينس 90. طيب ورا ما حسبنا الامبيدنس مال التوازي نجمعها مع الزد 1 حتى تعطينا التوتال امبيدنس، والاي 1 اوفر توتال امبيدنس يعني اي 1 اوفر زد يوازي 2 يوازي 3 بلس زد 1 راح يكون هو عباره عن التوتال كرنت اي اس 1. اذا راح نعوض عن الاي 1 نعوض عن الامبيدنسز راح تطلع الاوفر اول انه 1.25 انجل 90. ومننا ورا ما عرفنا التيار الكلي راح نقدر نحسب الاي برايم اللي هو عباره عن التوتال كرنت حسب الكرنت ديفايدر رول، هو التوتال كرنت اي اس 1 تايمز الاذر امبيدنس اللي هي زد 3 مقسوم على مجموع التو امبيدنسز. اذا حتى نحسب التيار المار بالزد 2 وبعد ان نعوض راح نشوف انه اي برايم هو 3.75 انجل ماينس 90 ديجريز امبير. طيب الخطوة اللي بعدها انه نجي نلغي الاي 1 ونفرض انه عندنا فقط مصدر الاي 2 لوحده موجود بالدائرة. فاذا هسه احنا راح ناخذ فقط اي 2 بالدائرة، خلينا المصدر الثاني شورت سيركت عوضنا عنه. ونجي على هذا المصدر نشوف انه البلاس مالته للاسفل والنيجاتيف للاعلى معناه ده يدفع تيار بيا اتجاه بهذا الاتجاه. طيب اذا الاي اس 2 هو اتجاهه فمن راح يجي يتوزع الى تو امبيدنسز راح يدفع تيار بالزد 2 موجه او اتجاه للاعلى، وقلنا راح نسميه اي دبل برايم. اي دبل برايم هو نتيجه الاي 2 لوحده. طيب حتى نحسب هذا التيار عرفنا اتجاهه لكن قيمته راح نجي نشوف هذا المصدر شنو الزد ايكوفالنت اللي يشوفها. راح نشوف انه زد 1 وزد 2 توازي ومجموعين مع الزد 3 الايكوفالنت مالتهم مجموع مع الزد 3 ينطيني الزد توتال اللي دا يشوفها الاي 2. نجمع او نقسم الاي 2 اوفر زد توتال يطلع لنا الاي اس 2 وبعدين نحسب الاي دبل برايم باستخدام الكرنت ديفايدر رول. فاذا راح نحسب الامبيدنس مال التوازي هنا بسهوله لانه الزد 1 والزد 2 متساويين، فالتوتال امبيدنس هي قيمه اي وحده من عندهم مقسوم على 2، وهذا القانون العام مالتها اذا كانوا 3 او 4 زد 1 اوفر ان بشكل عام لان هي عدد الافرع. فتطلع عندنا الزد مال التوازي هي جي 2. نجي على الاي اس 2 راح يكون الاي 2 اوفر التوازي بلس زد 3 نعوض عن كل وحده من عندهم جي 2 ماينس جي 3 هو ماينس جي 1 يعني 1 انجل ماينس 90 والاي 2 هو 5 انجل 0. الانجل للاعلى تصعد تغير اشارتها يصير 90 و 5 اوفر 1 از 5. فاذا راح يطلع الاي اس 2. طيب ورا ما طلعنا الاي اس 2 هسه احنا نريد الاي دبل برايم. فالاي دبل برايم هنا ايضا كون التو امبيدنس الزد 1 وزد 2 متساويين فالتيار راح الاي اس 2 التيار راح يتوزع بالتساوي عليهم، يعني نقدر نقول اي اس 2 اوفر 2 يطلع لنا الاي دبل برايم اللي هو 2.5 انجل 90 ديجريز. هسه اذا نجي نباوع على هاي الزد 2 ايش راح نشوف؟ انه بالاكس ال 2 اللي هي الزد 2 هو رايد من عندنا التيار اي، ونلاحظ انه التيار اي اتجاهه وين؟ للاسفل. طيب فاذا اتجاه التيار اي للاسفل معناها شنو؟ معناها راح ناخذ التيار اللي اتجاهه بالاسفل نقول اي برايم ماينس اي دبل برايم ماينس لانه عكس اتجاهه. فبدينا بالتيار اللي هو مع اتجاه التيار المطلوب والاتجاه المعاكس انطينا اشاره سالبه، نعوض عن كل واحد من عندهم اللي هو
هذا راح يكون ماينر جي 3.75 وهذا بلس جي وقبل إشارة سالبة أيضا راح يكون ماينر جي، فنجمعهم اثنينهم إيماجيناري بارت نجمعهم سهولة، وبعدين نحول الماينر جي إلى أنجل ماينس 90 فيصير عندنا التوتال كارنت هو 6.25 أنجل ماينس 90. إذن هاي طريقة السوبر بوزيشن. نجي عند الثيورم الثانية المهمة هي الثيفنينز ثيورم. الثيفنينز ثيورم احنا اي اي سي سيركت عندنا او اي سي نتورك ممكن حسب نظرية الثيفنين ممكن نعوض عنها الفولتج سورس على التوالي مع امبيدنس اللي هي زد ثيفنين. فاذا هذا ملخص الايكوفالنت سيركت مال الثيفنين ثيورم، انه عندنا مصدر فولتية اي ثيفنين على التوالي مع امبيدنس زد ثيفنين. بقى احنا شلون خطوات حل اي مثال او اي مسألة تجينا اذا ردنا نحلها واذا كان المطلب انه نحلها بالثيفنينز ثيورم. اول خطوة هو انه نعزل الدائرة اللي نريد نحسب الثيفنين اكوفلنت سيركت لها. فاذا اذا كان دا يقول لك احسب لي على يمين المقاومة مثلا المعينة او على يسار مقاومة معينة، فانت هاي المقاومة ما مطلوب انه تحسب لها ثيفنين اكوفلنت، فتشيل هاي المقاومة. اول خطوة remove the portion of the network across which the Thevenin equivalent circuit is to be found. اول شيء نعزل الدائرة اللي يريد نحسب Thevenin equivalent circuit لها، وال two terminals مال هذه الدائرة اللي عزلناها شو نسوي؟ نخليها نخلي على اطرافها اما دائرة صغيرة او دوت، يعني هذه الدائرة هذه الدائرة او هذه الدائرة. الخطوة الثالثة ورما عزلنا دائرة الثيفنين ايش راح نسوي؟ نحسب الزد ثيفنين لهاي الدائرة. طبعا زد ثيفنين نعرف شلون نحسبه احنا، انه setting by setting all voltage and current source equal to zero. يعني باختصار اذا كان voltage source خلي short، واذا كان current source خلي open circuit. ورما نعوض عن المصادر ونخليها مهملة set to zero. ايش راح نحسب؟ نشوف ننظر من ال two terminals اللي خليناهم، ننظر من عندهم حتى نحسب ال impedance total impedance. هاي total impedance راح نسميها زد ثيفنين. ورا ما حسبنا زد ثيفنين نرجع المصادر الى الدائرة ونحسب اي ثيفنين. اي ثيفنين ايش راح تكون؟ راح تكون الفولتية بين الطرفين اللي حددناهم. نخلي الطرفين هذه open circuit وننظر من هاي الطرفين ونشوف فرق الجهد ما بين هالطرفين، هذا الفرق الجهد هو اي ثيفنين. ورا ما حسبنا اي ثيفنين وزد ثيفنين راح نجي نرسم الثيفنين equivalent circuit ونعيد عليها الجزء اللي استقطعناه بالبداية بالمرحلة الأولى بالخطوة الأولى. احنا قلنا نشيل الأجزاء اللي ما مرتبطة بالثيفنين، فنرجعها الدائرة كلها ونحسب شنو اللي مطلوب من عندنا حسابه. خلنا ناخذ مثال. هنا المثال find the Thevenin equivalent circuit for the network external to the resistor R. فإذا احنا عندنا هاي الدائرة figure 1، تلاحظ figure 1 هذه ده يقول احسب Thevenin equivalent circuit للدائرة اللي هي ما عدا R external to R. فمعناها شنو R؟ ايش راح نسويها؟ نحذفها. فإذا أول خطوة أنه نحذف الـ R ونجي ناخذ فقط هاي الدائرة اللي باللون الأزرق، بس هاي الدائرة اللي باللون الأزرق هذه ناخذها ونخلي هاي النقطتين تو دوت. يعني راح تكون شكل الدائرة مثل فيجر B، أنه عندنا مصدر فولتية المقاومة شلناها R، وبقى عندنا تو امبيدانسز راح نسميها هاي Z1 وZ2. لاحظ أنه التو امبيدانسز الأولى هي ملف الممانعة مالتها 8، والثاني هو كاباسيتر الممانعة مالتها يعني 2 ohm. فإذا راح نجي نحسب الـ Z1 هي JXL ملف والـ XL 8، والـ Z2 هي minus JXC كونها كاباسيتر فminus J، والـ XC مالتها 2 فطلعنا الـ Z1 والـ Z2. الخطوة اللي بعدها أنه نحسب الـ Z7 من فيجر B 2B، نحسب الـ Z7 و A7. فنجي على
فيجر سي، هذا فيجر سي، حتى نحسب زد ثيفنين المصادر نخليها زيرو، عندنا مصدر فولتيف راح نخليه شورت. فإذا ننظر بين هالنقطتين هذه ايش راح نشوف؟ راح نشوف انه زد ثيفنين تساوي زد 1 يوازي زد 2 كونهم مربوطين على التوازي. فإذا نطلع زد ثيفنين زد 1 زد 2 حاصل ضربهم على مجموعهم نعوض عن كل واحدة من عندهم، راح نشوف انه زد ثيفنين تساوي 2.67 انجل ماينس 90. إذا الخطوة اللي بعدها نحسب إي ثيفنين، هذه الدائرة اللي نحسب من خلالها إي ثيفنين، نرجع المصدر إي، وإي ثيفنين هو فرق الجهد ما بين النقطتين هذه وهذه، اللي هو هنا شو يساوي لي؟ فرق الجهد على الإمبيدنس زد 2. طيب هسا إذا نباوع أن هذا أوبن يعني ما راح يمر تيار منه، فالتيار اللي ولد الإي راح يجي يمر منه ويرجع لهنا. إذن ذول الزد 1 والزد 2 مربوطين على التوالي، وبالتالي الفولتية على زد 2 باستخدام الفولتج ديفايدر رول، فولتية الزد 2 هي التوتال فولتج في الامبيدنس اللي بدنا نحسب عليها الفولتية مقسومة على مجموع الامبيدنسز. فإذا عندنا الإي ثيفنين تساوي لي الفولتية على زد 2 اللي هي توتال إي في زد 2 على مجموع التو امبيدنسز، نعوض عن كل واحدة من عندهم ونشوف انه الاي ثيفنين طلع 3.33 انجل ماينس 180 ديجريز. ورا ما حسبنا الاي ثيفنين وحسبنا زد ثيفنين، نرجع الاي ثيفنين ونربطها على التوالي ويا من مع الزد ثيفنين، ونرجع المقاومه اللي شلناها، فيصير الربط الدائره بهالشكل هذا، كانما عندنا ار على التوالي مع الزد ثيفنين، والتوتال فولتج سبلاي هو الاي ثيفنين. كون الزد ثيفنين هي 2.67 انجل ماينس 90، هذا الماينس 90 يعني ماينس جي، والماينس جي كامبيدنس هي المن ماينس جي للكباسيتر، فاذا نعوض عن الزد ثيفنين كباسيتر مقدارها الاكسي مالتها 2.67 اوم. النظرية الثالثة المهمة اللي هي نورتنز ثيورم. النورتنز ثيورم انه دائرة مكافئة تتكون من كارنت سورس اي نورتن على التوازي مع ار نورتن او زد عفوا زد نورتن، هنا عندنا اي سي. فاذا هذه هي الاكوفلنت سيركت مال نورتن، اذا نشوفها عبارة عن مصدر تيار اي ان على التوازي مع امبيدنس زد ان. يعني اذا ردنا بروسيجر بسيطة مشابهة للثيفنين ثيورم، ايضا راح نجي نحذف الجزء اللي ده يطلب من عندنا انه يعني فقط نحافظ على الجزء اللي المطلوب نحسب النورتن اكوفلنت سيركت له ونحذف باقي الاجزاء. نجي نحدد انه هذا الانبوت مالته بدوت يعني تو تيرمينالز مال الدائره، وبعدين ورا ما تصبح عندنا الدائرة يعني واضحة مال اللي نحسب لها الثيفنين إكوفلنس عفوا النورتن إكوفلنس سيركت، نجي نحسب الزد نورتن بنفس أسلوب حساب الزد ثيفنين اللي هو setting all voltage and current source to zero، ونحسب الممانعة الكلية للدائرة من خلال النظر ما بين النقطتين، وبعدين نرجع المصادر إلى حالها ونحسب اي نورتن. اي نورتن هنا نقطتين، هذا اللي حتى نحسب اي نورتن خلي بيناتهم شنو؟ خلي بيناتهم شورت سيركت، ونشوف ايش قد التيار اللي راح يمر بهذا الشورت سيركت، هذا التيار هو اي نورتن. فاذا اي نورتن طريقة حسابه هو انه نجي نخلي النقطتين ما بين النقطتين اللي حددناهم شورت سيركت، وورا ما نخلي الشورت سيركت هنا ايش راح نسوي؟ راح نحسب التيار المار بهذا الشورت سيركت، هذا التيار هو الاي نورتن. وبعدين ورا ما نحسب اي نورتن زد نورتن نرسم الدائره المكافئه مال نورتن اكوفلنت سيركت، ونعيد الجزء اللي استقطعناه بالبدايه حتى نحسب المطلوب. طبعا هنا اريد نوضح ايضا انه اكو علاقه ما بين النورتن والثيفنين اكوفلنت سيركت. احنا بالفصل الدراسي الاول اخذنا ما نسميه بالسورس ترانسفورميشن، يعني شنو؟ يعني اذا عندنا مصدر فولتيه على التوالي مع امبيدنس يكافئ مصدر تيار على التوالي مع
يكافئ مصدر تيار على التوالي على التوازي عفوا مع نفس الامبيدنس. فاذا باعتبار انه الثيفنن هي مصدر فولتيه على التوالي مع امبيدنس ونورتن هي مصدر تيار على التوازي مع امبيدنس واثنينهم يمثلون نفس الدائره، اذا دول لازم يكون متكافئين، وبالتالي اذا كان عندي نورتن ممكن احسب من عنده ثيفنن، واذا كان عندي ثيفنن ممكن احسب نورتن. فهذه نسميها الكونفرجن بتوين ثيفنن النورتن اكوفالنس سيركت. اذا اضطرينا او اذا كان مطلوب من عندنا انه نحول من اكوفالنس سيركت الى اخرى، فانه اذا عندي اني نورتن اذا عندي نورتن اي ان معلوم وزت ان معلوم، فاقدر احسب الاي ثيفنن اللي هو اي نورتن في زت نورتن، والزت ثيفنن هي تساوي لزت نورتن. اما اذا انا عندي الاي نورتن الاي ثيفنن عفوا والزت ثيفنن ومطلوب من عندي ان احسب اي نورتن، فالاي نورتن يساوي اي ثيفنن اوفر زت ثيفنن، والزت نورتن طبعا شو تساوي لي زت ثيفنن. هسه نيجي ناخذ مثال على على النورتن. ايضا عندنا هذه الدائره determine the Norton equivalent circuit for the network external to the 6 ohm resistor. اذا انا هنا عندي 6 ohm resistor، اريد احسب النورتن للدائره باستثناء ال 6 ohm، فاذا اشيل ال 6 ohm راح يبقى عندي XC راح اسميها Z2، يبقى عندي هنا 3 ohm مع ال 4 reactance مال ال XL راح اسميها Z1، والدائره يكون ببساطه اللي هي مثل ما وضح فيجر 4 بي. فاذا هنا اني Z2 هي ماينص جي اكس سي يعني ماينص جي 5، اما Z1 اللي هي هذه الجزء، هذا الجزء عباره عن R1 زائد جي اكس ال، يعني عندي مقاومه وملف، فاذا 3 بلس جي 4 احولها الى بولار فورم راح يكون 5 انجل 53.13. ورا ما حسبت Z1 والZ2 هسه اجي احسب زت نورتن. زت نورتن نفس مبدا زت ثيفنن، كل المصادر الموجوده بالدائره ست تو زيرو، اذا مصدر فولتيه مثل الحاله اللي عندنا اخليه شورت سيركت. فزت نورتن بالنظر من هالنقطه هذه راح نشوف انه زت 1 يوازي زت 2، فاذا زت نورتن زت 1 يوازي زت 2 يعني حاصل ضربهم على مجموعهم، فتطلع زت نورتن هي 7.91 انجل ماينس 18.44. واذا حولتها من بولر فورم الى ركتانجولر فورم ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ريل بلس ايماجينير وهنا ماينس ايماجينري، ف 7.5 ماينس جي 2.5. حسبنا الزت نورتن، بقى لازم نحسب شنو؟ ال نحسب الاي نورتن. حتى نحسب الاي نورتن نرجع المصدر اي مثل ما تشوفون هنا مصدر رجعناه، والامبيدنسز نجي نخلي شورت ما بين النقطتين تو تيرمينالز، خلينا بيناتهم شورت، والتيار اللي مار من الاعلى الى الاسفل هو اي نورتن. فاذا احنا اي نورتن نريد نحسب هذا التيار. هنا نلاحظ انه من صار هذه النقطتين شورت يعني هاي الامبيدنس صار شورتد بعد ما لها اهميه بالداره، فمعناها السبلاي فولتج اي راح ينطي تيار الامبيدنس اللي يشوفه هو فقط زت 1، الزت 2 كانما ما موجوده لان صارت شورت سيركت. فاذا اي 1 اللي هو نفس اي نورتن يساوي لي اي اوفر زت 1، فاذا اي نورتن هو اي 1 يساوي لي اي اوفر زت 1، ونعوض عنهم راح يطلع لي 4 انجل ماينس 53.13. هسه ورا الخطوه الاخيره ستيب 5 انه نرسم الدائرة المكافئة ونرجع الجزء اللي استقطعناه. فالدائرة المكافئة هي مصدر تيار على التوازي مع مصدر تيار على التوازي مع امبيدنس زت ان، ورجعنا الار بمكانها، و الامبيدنس اللي هي 7.5 ماينس جي 2.5، ال 7.5 هي مقاومة قيمتها 7.5، وناقص جي يعني عندي متسعة قيمتها 2.5. فهذه شكل الزت نورتن، وهذا هو الاي نورتن، ورجعنا المقاومة ووصلنا الى الدائرة المكافئة مال نورتن. بقى عندنا ميثود اخرى او ثيورم اخرى اللي هي ماكسيمم باور ترانسفير. احنا اخذنا بالدي سي الماكسيمم باور ترانسفير حتى نحقق اعظم باور تصل الى اللود الى الحمل،
نشوف شنو الدائرة المرتبطة بهذه اللود، نشيلها لللود ونحول ما تبقى من الدائرة إلى Thevenin Equivalent Circuit، وقلنا بالنهاية حتى يعطينا Maximum Power Transfer أنه RL تساوي R Thevenin. طيب إذا كان عندنا هنا احنا ما عندنا مقاومة بس، هنا عندنا امبيدنس، فإذا هنا نفس المبدأ، إذا كان عندي ZL لود معين والمطلوب أنه أشوف أعظم باور توصل إلى هذا اللود تتحقق بأي كونديشن حتى أشوفها، أول شيء أجي للدائرة المرتبطة مع هذا اللود وأحسب لها Thevenin Equivalent Circuit، فأحسب E Thevenin وأحسب Z Thevenin للدائرة المرتبطة مع اللود، هاي أول خطوة. وبعدين أقول For Maximum Power Transfer شنو لازم يكون؟ اللود امبيدنس ZL تساوي الكونجيجيت مال الثيفنن امبيدنس Z Thevenin. الكونجيجيت شنو معناه؟ أنا عندي دائما ريل وإيماجيناري بارت، الكونجيجيت مال الإيماجيناري هو عكس الإشارة، يعني إذا كان الإيماجيناري مال Z Thevenin موجب فلازم ZL يكون الإيماجيناري مالتها سالب نفس القيمة. أوكي؟ فإذا هنا احنا عندنا إذا فرضنا أنه Z Thevenin هي الماجنتيود مال الإمبيدنس مال Thevenin Equivalent Circuit، والثيتا Thevenin Z هي الأنجل مالتها بولار فورم، وهنا خلنا نفترض أنه ZL ماجنتيود والثيتا L هي الأنجل. فبأي حالة يتحقق عندي الماكسيموم باور ترانسفير؟ لما الماجنتيود متساويين لكن الأنجل واحدة عكس الثانية، يعني لما ZL تساوي Z Thevenin وبعد الثيتا L مال الحمل شو خليها تساوي؟ ناقص الثيتا مال الثيفنن امبيدنس، هاي بالبولار. اما اذا تريد نشوف نفس الكونديشن لكن بالركتانجلر فورم، تعرفون انه الركتانجلر فورم بها ريل بارت اللي هو مقاومة وبها ايماجيناري بارت اللي هو رياكتانس، فالريل بارت يساوون RL يساوي R Thevenin، لكن الإيماجيناري بارت مال اللود، هذا ال هنا تعني لود مو تعني ملف، ما تعني اندكتر، تعني لود. الXL مال اللود تساوي الX مال الثيفنن امبيدنس بالقيمة، لكن شنو الإشارة هنا؟ بلس ماينس، تلاحظوا هنا ماينس بلس، يعني شنو؟ يعني إذا كان الثيفنن إشارته الإيماجيناري مالته سالب فهذا إيش راح نخليه؟ موجب حتى يصير عكسه، وإذا كان هذا موجب شو نخلي مال اللود؟ نخليها سالبة حتى شنو؟ حتى وحدة تلغي الثاني، الإيماجيناري واحد يلغي الثاني، يبقى عندي بس الريل موجود. فإذا the condition mentioned بالسلايد السابقة تعني أنه Z total اللي هي مجموع ZL زائد Z Thevenin، بالنتيجة ايش راح يساوي؟ إذا الـ R Thevenin تساوي R يعني متساويين، وهاي الزائد J وهنا ناقص J، وحدة تلغي الثانية، فمعناها أن عندي مال وحدة منهم Z Thevenin راح تكون R مثلا زائد JX، والثانية شو تكون؟ نفس الـ R بس ناقص JX، فإذا التوتال مالتهم الزائد جي والناقص جي وحده تلغي الثاني، ار زائد ار ينطيني 2 ار. فاذا زد توتال بعد ان نفذنا القانون مال ماكسيمم باور ترانسفير راح تبقى لي فقط 2 ار، فقط ريل بارت، الايماجيناري بارت راح يلغي. وبالتالي اذا احسب التيار مال الدائره ايش راح يكون؟ اي هو التوتال فولتج اللي هو الاي ثيفنن مقسوم على التوتال امبيدنس اللي هي زد total هاي اللي هي 2R، فإذا E Thevenin over Z total اللي هي E Thevenin over 2R. طيب إذا التيار صار E Thevenin على 2R، الباور ماكسيمم اللي هي باللود هنا، هذا هنا بدي أحسب أنا باور ماكسيمم يعني باللود، يعني حتى أحسب الباور تيار دا يمر بيها I بالZL، فI تربيع في ZL، وإحنا قلنا الZ الإيماجيناري بارت مالته ملغي، فإذا فاي تربيع في ار، الباور هي دائما اي تربيع في ار، الباور وين تكون؟ بالمقاومة، ما عندي، فهنا راح يكون اي ثيفنن على 2 ار اللي هو الاي من ناجبنا، هذا هو الاي ثيفنن على 2 ار مضروب في الار. اعيد، الباور ماكسيمم هي دائما اي تربيع في ار،
فعوضت عن الاي اللي هو اثبنا على 2R تربيع في R، فانا اذا ربعناه البسط راح يصير اثبنا تربيع، مقام راح يصير 4R تربيع، الR تربيع مع الR تختفي تختصر، بقى عندي 4R، فاذا صار هذا هو الماكسيمم باور احسبه من خلال هالمعادلة. ناخذ اكزامبل، هذه دي يقول find the load impedance in figure 6a for maximum power to the load. اذا اني دي يطلب من عندي ايش قد اللود امبيدنس هاي زتها، ايش قد قيمتها for maximum power transfer لها. فاذا اني شو اسوي؟ اول شيء استقطع الزت ال اطلع على جهه، ما تبقى من الدائره اوجد له الثيفنن ايكوفالنت سيركت، ورا ما اوجد الثيفنن ايكوفالنت سيركت ارجع الزت ال واشوف الكونديشن اللي يتحقق لي ماكسيمم باور ترانسفير. فاذا اول خطوه الزت ال اشيلها، مثل ما تشوفون شلنا الزت ال وبقت الاي مع زت 1 وزت 2. زت 1 هي هنا ار ماينس جي اكس سي، طلعت 10 انجل ماينس 53، 10 انجل ماينس 53. والزت 2 هي فقط ملف هنا، فهي راح تكون بلس جي اكس ال بلس جي يعني جي 8. ورا ما رجعناها ورا ما حسبناها رسمنا الدائره اللي نريد نحسب الثيفنن ايكوفالنت سيركت له، استقطعنا بس الزت ال طلعنا على الجهه وبعدين راح نرجعها مثل ما راح تشوفون. فاذا بقت عندي هاي الدائره، احسب الزت ثيفنن، الزت ثيفنن اعتبر المصدر فولتيه شورت، فاذا هو زت 1 يوازي زت 2 زت ثيفنن، حاصل ضربهم على مجموعهم يطلع عندنا 10.66 + J8 هاي الزت ثيفنن. نحسب ايضا اي ثيفنن من الدائره السابقه، تلاحظ هاي الدائره السابقه هاي الدائره السابقه اي ثيفنن ايضا هنا، اذا هذا اوبن اي ثيفنن راح تساوي نفس الفولتيه على زد 2 اللي هي بالفولتج ديفايدر هي الاي توتال على في زد 2 تقسيم مجموع ال 2 امبيدنسز. فاذا راح نستخدم فولتج ديفايدر رول لحساب الاي ثيفنن اي في زد 2 على مجموعهم، راح يطلع الاي اللي هو 12 فولت. طيب ورا ما حسبنا الاي ثيفنن هناك احنا شفنا انه الزت ثيفنن هو 10.66 + J8، فاذا الزت ال ايش راح تكون؟ راح تكون نفس قيمه الريل بس الاشاره مال الايماجينري نقلبها، هنا موجب هناك ايش راح يصير؟ راح يصير سالب، فاذا زت ال ايش راح تساوي؟ 10.66 - J8. فتلاحظ هنا الاشاره بس اختلفت مال الايماجينري بارت، وبالتالي نجد الاي ثيفنن حسبناه مثل ما قلنا، والبي ماكسيمم قانونها ثابت هذا اللي هو اي ثيفنن تربيع على 4R. طبعا هنا الاي ثيفنن هو 12 فولت تربيع، ناخذ الماجنتيود مالته مال اي ثيفنن، ما ناخذ الانجل فقط الماجنتيود، 12 فولت تربيع على 4 في ار اللي هو ار هي الجزء الريل مال الامبيدنس اللي هو 10.66، فنعوض عنها راح يطلع لي البي ماكسيمم 3.38. شكرا لاستماعكم.